وراء آلة حياكة جلد عتيقة يواصل خوض معركة تأمين لقمة عيش كريمة. لسبعة عقود ظل أحمد الرحموني وفياً لحرفة خبر أصولها منذ الصغر. سألناه عن انطباعاته حول مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، فتحدث بارتياح عن مستقبل الحرفيين الشباب الذين لن يضطروا للعيش دون الاستفادة من أي نظام من أنظمة التأمين كما حصل معه. مع أنه تحق لدم اجتماعي تغطية صحية عنده تقاعد مع النوالو أنت خدام حتى من الإشعية قريش الأرض. غير بعيد عن ورشة المنتوجات الجلدية يعمل خالد على الانتهاء من تزيين تحفه الخشبية. حسب مشروع القانون الجديد سيكون خالد من بين 22 مليون منخرط إضافي سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض. خطوة مزيانة لأن سنين وحنا خدامين في هذه الحرفة هذه وما عمرنا كنا تنتخيلوها يكون هذا الشيء إن شاء الله بحال هكا، وهذا مستقبل الشباب ان شاء الله بيسمعوا كاين تقاعد وكاين ضمان اجتماعي ديال الانسان باش يعالج راسو او مرض او شي حاجه. يهدف المشروع كذلك الى تعميم التعويضات العائليه والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعده الانخراط في انظمه التقاعد، على ان يتم تفعيل كل هذه الاهداف داخل اجل 5 سنوات. الرهان الأساسي اليوم إلى أي حد ستتحمل مختلف الفاعلين مسؤوليتهم في مواكبة ومتابعة هذا الورش الكبير برهاناته بأهدافه وبتحدياته، لأنه ما أنا كيف قلت في البداية ما يميز هذا المشروع قانون الإطار هو أنه حدد الأهداف وحدد الأجل. وينتظر تمويل مشروع الحماية الاجتماعية من خلال اشتراكات الأشخاص القادرين على المساهمة في تمويلها ودعم الدولة وأموال التضامن والهبات. حماية المغاربة جميعاً بمختلف فئاتهم من مخاطر المرض والبطالة والشيخوخة ثورة اجتماعية هادئة في نظر الكثيرين، وشبكة أمان ستسمح بالتخفيف من وقع الهزات الاقتصادية كما يراها خبراء الاقتصاد شرط أن يتم تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأكمل. فاتحة أعالي سكاي نيوز عربية الرباط.